لا بالنسبة لي كنت دقيقة نص ثانية ماتش، خاطر بعد جاو دي زوكازيون متلاوي كانوا نجم يعادلونا في بريمير ميتون، لكن الحمد لله عرفنا كيفاش نيقفوا بريمير ميتون ابار لون تام. باقي الكل خايب بالنسبة لنا، احنا ما لقيناش لي ريبير نتاعنا. بعد زين بشوية بشوية بدينا ندخلوا في اللعبة، الحمد لله جا البونتو الثاني والثالث اللي رتحنا وخلينا نلعبوا بأكثر أريحية. 3 بوان باهيين في الوقت هذا بيخلينا نحضروا مليح ماتش ستات. بعد البونتو الثاني شفنا النادي الافريقي جريت اكثر اللاعب، اسكو تخموا خمتوا في المباراه نتاع ستاد تونيزيان ولا قعدتوا تلوجوا في لي ريبير نتاعكم بعد ريبريز؟ لا والله اكثر منه ريكوبيراسيون كلوجوا، خاطر لي ريبير لقيناهم في دوزيام تون بعد 2-0 ذولي تعرف جينا من بعد باركور صعيب كل ثلاثه ماتش، دونك ماذا بينا نجري والناس كل تلعب باش نلقاو الفريشور ان شاء الله في الماتشات الجايين. انت كساز على راسك. ميرسي.